اهلا فيكم متابعينا بتحدي كرافت مع الحلقه الرابعه واكيد ضيف جديد. نرحب اليوم بالمهندسه رغد الصافي، كاتبه ومؤلفه كتاب ذا إيراكي تيبل. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بيك، شرفتينا اليوم. وطبعا من نظره المهندسه بيكون اليوم النقد على البرزنتيشن يمكن شديد شوي. اليوم التخصص برزنتيشن. قبل ما ننتقل لنشوف كيف قدموا اليوم المشاركين بتحدي الحلقة الرابعة اللي هو كان انطلب منهم طبق مقبلات وطبق شوربة، خلينا نشوف كيف كان تصويت الفانز للحلقة الماضية. بالحلقة الرابعة طبعاً المشتركين انطلب منهم تقديم طبق مقبلات وشوربة، وظنوا بالأول أنه هالتحدي سهل، بس بساعة واحدة قدي فينهم يكونوا كرياتيف وقدي فينهم يقدموا ابتكار بهالأطباق اللي تعتبر بسيطة بس كمان كتير مهمة. خلينا أنا وإنتي رغد نشوف شوي عن الحلقة وشو قدموا وكيف عملوا المشتركين لحتى نقدر نحكي عن أطباقهم بشكل صحيح أكثر. كل ما سهل التحدي صعب تحضيره، ومعكم بتحدي اليوم ساعة واحدة لتحضروا طبق شوربة وطبق مقبلات، ووقتكم يبدأ هلأ. طبعاً اليوم التحدي حيكون تحدي جداً رائع لأننا داخلين في الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. طبعاً الواحد لازم يكون مجهز لوصفات وحركات، تعرفوا كيف السفرة لازم يكون فيها شيء ولمسات. أنا اليوم هعمل لكم سبرينج رول بثلاثة الأنواع الجبنة كرافت، وهعمل لكم صوصين خلي مفاجأة، وهعمل شوربة أنا متأكدة ما حتسواها في رمضان اللي فات، بس إن شاء الله هذا رمضان حتسووها شوربة البنجر. بيصير شيء مرة كويس، بس تعرف شو بيصير؟ شو بيصير؟ بيصير يعني يدي الأكل طعم. شو؟ مش أي طعم يا أفنان. هلا. شو بيعمل البصل لما تحطيه على النار؟ أطعم شيء. شو بيصير؟ كرمل مثلي أنا مش هيك؟ تحدي اليوم هو الستارترز اللي هو المقبلات والشوربة. صراحة كتير عطلين همه كلنا، مع انه مفروض يكون هين، بس عنا بس ساعة لنخلصهم اثنيناتهم، بقى حاسين اليوم انه في شوية بريشر علينا. بتعرف اليوم رح اقدر استعمل جبنة كرافت الموتزاريلا، هاي أول مرة رح أقدر استعملها، ححطها مع شوربة الهليون بطلع هيك بتذوب آخر شيء. الكريمة مع الجبنة مع بعض بفكر رح يزبطوا كتير. أوكا لذيذ الطعم، أنا أول واحدة حدوك. أكيد. أعطيني رأيك. كل أطباقك طيبة ليا. Thank you أفنان، كلك ذوق. طبعاً الشوربة كتير من الأطباق الأساسية برمضان، وأنا كتير متحمسة لأشوف كيف المشتركين فكروا بتحضير طبق شوربة مميز. ما رح أقرب عليهم كتير لحتى أتفاجأ بأفكارهم أكتر، وعم بلش نشم الروائح، عم شوف كتير عم يستعملوا الأعشاب، عم يستعملوا الخليط بين الخضرة، خضروات شوي مفاجأة، بس كتير متحمسة لحتى أشوف النتيجة النهائية، وبنفس الوقت لأشوف المقبلات اللي قدروا يلحقوا ويعملوا بساعة واحدة شوربة ومقبلة. لا مو للدرجة، مو اللي ياخذني يهديها لزوجتك. برنجيلا وبدق لا وغير البصل ما بشقف لا بفرم بصلي من هون بطلع لي بصلة من هون. بالأول شفت أنه أفنان كان عندها الإبداع الكافي لحتى تقدم أطباق جيدة جداً، بس مع مرور التحديات بلشت أكتشف أنه كل المتبرعين عندهم نفس القدرات ونفس الإبداع لحتى يقدموا أطباق جيدة جداً جداً. شيء محروم. كيف 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 كيف
كسر علي الكوب وأنا بشتغل من كثرة التوتر والوقت خلص والحمد لله أنه أنا عاملة كمية زيادة فحلحق إن شاء الله أصلح اللي انكسر. شوفي اهو هنا عند ليال. أسوأ لحظات تصير في البرنامج لما أنا أبدأ أنهار وأعصابي تفلت وما عاد أقدر أتحكم فيها ويزيد التوتر قد ما يحاول الكل أنه يهديني بس ما عاد أقدر أعمل تحكم بأعصابي بسبب التصلب المتعدد. إذا بدي صنف شغلنا كلنا من الواحد للأربعة بلكي بحط أفنان أول شيء. توني شغله كتير حلو. أنا وخلود مع احترامي أنا أول شيء أوضح حاجة سامحوني. توني بعدين ليال بعدين خلود أكيد الأول أنا يعني ما فيها أي كلام والثاني ليال والثالث أفنان والرابع توني. ليال، توني، أفنان، خلود. مشتركين تحدي كرافت ووقتكم بينتهي هلا شيلوا ايديكم. طبعا هون بلشنا نشوف المشتركين ارتفعت نسبه التوتر وفي يعني اختلاف بين المشتركين في ناس بالعكس عم بيكون مبسوطين اكثر بالتحدي ومثل ما شفنا مع افنان بالعكس التوتر والضغط النفسي اللي صار معه أثر حتى على حركتها. انت بتعرفي كيف بالمطبخ كتير المزاج الرايق له دخل يعني. أكيد أكيد احنا دائما عندنا من نطبخ يعجبنا نغني يعجبنا يكون المود حلو صح. بس المسكينة هي أفنان خطية يعني هو فعلا مثل ما حكينا بالبداية انه كل ما سهل التحدي صعب تحضيره لانه بدون يكونوا كتير عندهم ابداع فيه بنفس الوقت يكون عندهم خلق لطعمات مختلفة ومميزة. هلا ما عم شوف كيف عم بيصوتوا لبعض او كيف عم بيقيموا ترتيبهم يعني انا بحس انه اي شيف لازم يحس انه فعلا انا احسن شيء بس بنفس الوقت اعترافهم بمهارات بعض هذا الشيء كمان فيه احترام كبير لشخصيتهم ولبساطتهم ولقد ايه هن الشيف مثل ما بيقولوا باخلاقه قبل ما يكون بسكينته صحيح وهذا كله ينعكس على الطبخ ويكون طعمهم أطيب صح. لازم نقول الحقيقة كان الأكل طيب وكان في أفكار حلوة وكان في طعمات مختلفة بس أكيد في تفاوت بين مشترك لمشترك. خلينا نبدأ بتقييم أطباق المشتركين نبدأ مع طبق توني. تفضل توني. هلو أهلا يسلموا إيديك في مفاجآت اليوم خبرنا توني شو عملت اليوم بتحدي الشوربة مع المقبلات.
نبلش بالخبصة اللي سويناها أول شيء، اللي هي كان المفروض أنه يكون الكبة جاي بشكل كب وبقلب الحشوة فوق الجبنة والصوص عليها من فوق، بس للأسف اللي رسمته براسي ما زبط. لما قلت لي كبة أنا قلت برافو، كيف عم تفكر والطريقة اللي عم تفكر فيها. الكبة دايما يمكن خاصة لما نقول مقبلات لازم تكون بشكل يعني بشهي أكتر. أنت حطيت الجبنة من جوا ومن برا؟ نعم، رجعت بعدين حطيت عليها توبينج من فوق. وشو الصوص اللي استعملته؟ هيدا مش بوميجرانيت، هيدا أويستر صوص. أويستر صوص. أويستر صوص. حبيت شوي غير عن ال. حلوة فكرة السلطة اللي حطيتها مع الكبة. أنا ضد إنه نستعمل صلصة آسيوية مع طبق هالقد شرقي. فحبيت حبيت كيف فكرت، يمكن لو حطيت دبس الرمان كان بيمشي أكتر معها. هلا طعم نفس الوقت ما أنا قوية، يعني ما حاجي لك طعمتها كتير قوية. طب بالنسبة للشوربة شو قدمت؟ اليوم عملنا شوربة البصل، الأونيون سوب، وجبنة كرافت من فوق مع بوف بيستري ليعطيها عنص الكرونشينس تبع الشوربة. انا كنت عم اقول لما قلت التحدي كنت عم اقول ان شاء الله حدا يفكر بالاونيون سوب، لانه شوربه البصل معروفه بانه هي من الشربات اللي بدون ما حتى نفكر بالابتكار بيكون على وجهه في جبنه. انت غيرت شوي انك استعملت بوف بيستري بدل الخبز، يمكن غيرت بانواع الاجبان، بس اللي مهم كتير كمان بشوربه البصل هي لون شوربه البصل اللي عاده بدها تكون بنيه. انت استعملت بقلبها طحين لتسمكها شوي صح؟ ملعقه واحده. وحطيت فيها بهارات؟ لا بس عامل بس بوتر وابل سايدر الخل وملح وبهار. طعمة الشوربة كتير ناجحة معك، طالعة كتير كتير طيبة، يعني طالعة بنفس طعمة شوربة البصل التقليدية. هلأ حدوق معاها من الجبنة والخبز. اختيارك كان كتير موفق، الطعمات كتير ظابطة. تنفيذ الكبة شوي ظلمك اليوم، بس الشوربة أخذت علامات كتير منيحة. بحب أذكر بس لأنه كان معنا تحدي ساعة، معك حق بخصوص البصل، كان لازم نعمل لها مكتر براوني، بس لأنه الصوص الريدكشن لوحدة بدأ يمكن في 40 دقيقة، فمشان هيك ما كان معي وقت أنه غير لون. لا هو بالتحديات دائما لازم نحن نتعامل مع الوقت، ما نخلي الوقت يتحكم فينا، بس نفس الوقت أنت بالوقت اللي كان موجود عندك عرفت تتعامل مع المكونات بطريقة كتير منيحة. يعطيك ألف عافية. Thank you chef. Thank you. خبرينا نغد، شو رأيك باللي قدمه توني؟ حبيت اللي قدمه توني، سوى شيء تقليدي اللي هو onion soup which is احنا نقدر نرسل نفكر بيها، at the same time حاول انه يسوي شيء different اللي هو الكبة اللي حشاها جبن. حلوة الفكرة وحبيت اللي سواه. صح فعلا، اليوم عم بلش شوف بالشيف اللي موجود بتوني، حتى لما كان التحدي شوي صعب عليه او ما زبطت الخطه بالضبط كما كان بده، قدر يتغلب على هالصعوبه هي وقدر يتعامل معها بساعه واحده. خلينا بهالوقت ننتقل لتقييم طبق افنان ونشوف شو التعليقات. اوكي شكرا افنان، يعطيك العافيه. صراحة حبيت كتير شكل الشوربة لما عم شوف الأطباق، كنت عمول هذا الصحن لمين لأنه ألوانه كتير كتير حلوة. خبريني أكتر شو حضرتي اليوم. عملت شوربة البطاطا الحلوة مع بدل الكريمة دوبت جبنة الكرافت مع شوية أعشاب عشان تعطي طعم ويعني ترفع مستوى الشوربة كمان، وحتى جوة الشوربة حطيت نوع تاني من جبنة كرافت، عملت الشيدر واستخدمت نوعين. okay. خلينا ندوق لأنه صراحة تحمست أول ما قلتي كلمة بطاطا حلوة وقلتي دوبتي الجبنة معاها، حسيت أنك أنت فكرتي كتير أبعد من الشوربات التقليدية اللي ممكن تخطر عبالنا. استعملتي شبت؟ كزبرة، بقدونس وسبرينغ أونيون. الطعم كتير كتير طيب مع بعضه، متوازن بطريقة رائعة، يعني عجد يمكن أي حدا هلأ عم بتابع بقول إنه تجربة شوربة البطاطا الحلوة بالتحديد مع الجبنة طالعة كتير طعمها طيب، فكتير توفقتي بهالاختيار، وحتى التكستشر ملمس الشوربة طالع ممتاز، ولا تعليق على الشوربة. أما بالنسبة للمقبلات شو حضرتي؟ الخبز اللبناني نكهته بزيت بنكهة الثوم ورشت شوية سماق، بعدين اللي فوقها سلقت العدس الأصفر
مع شوية جزر وبصل وثوم، بعدين هرستهم هرس خشن وحطيت فيهم نوع التشيدر وال زبنة الجبنة القابلة للدهن. نعم أوكي. أنا حبيت كمان أنت حطيت المجهود على الخلطة، يمكن فكرة الخبز شوي هيك يمكن أجتك بآخر لحظة، شوي انضغطتي بالوقت، يمكن أنا بتوقع منك أكثر لأنه أنا بحس عندك مواهب كتير باستعمال العجين. يعني لو كنت مثلا حضرتي أي عجين سريع فلات بريد مثلا كان يمكن حيكون أنه حسيت أنه في عطاء أكثر، بس كمان نفس الوقت حبيت كتير قدي أنت بتمزجي طعمات غير متوقعة. الطعم ممتاز، كتير 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 ممتاز وزابط معاكي، وبشكل عام اليوم توفقتي بحرق الشوربة معنا. الحمد لله. الحمد لله. شكرا. شكرا. رغد، شو رأيك باللي قدمته اليوم أفنان بطبق الشوربة والمقبلات؟ هواية حبيت فكرة الشوربة، كلش أحب من تكون بطاطا حلوة سويت بوتيتو ويا الكزبرة والجبن، يعني هاي three of my favorite ingredients، كلش حبيتها. فكرة الـ other appetizer حلوة، بس مثل ما قلتي the same ملاحظة، بس يمكن لي إن كان ما عندها وقت هواية، بس الخبز يمكن كان لو تغيره كان يصير هواية أحسن. صح، خاصة إن إحنا بنتوقع دائما من أفنان أكثر، يعني دائما بقول مثل ما حكيت بالتعليق الأكل الطعم كان رائع، يعني عنجد كان الطعم رائع، بس دائما الشيف متوقع منه أكثر ومتوقع مجهود أكثر. أكيد عملت أكثر ما بتقدر مع التوتر اللي واجهته بهالتحدي، بس خلينا كمان بهالوقت هذا ننتقل ونشوف شو قدمت اليوم خلود بطبق الشوربة والمقبلات. يعطيك العافية خلود. الله يعافيك. تفضلي. يعني اليوم خلود أنا كتير أول شيء قبل ما بلش ذوق وأعرف طعمي أنا بدي أقول إنه أنا كتير فخورة فيكي، لأنه أنت أخذتي كل التعليقات من التحدي الماضي وطورتي بنفسك. يعني أنا هذا الطبق لما شفته ولما شفتك عم تخلصي الصحن قلت يعني شكله رائع، يعني كان طالع من مجلة. الله يسلمك. وبس خبريني قبل شو عملتي، شو حضرتي اليوم بجبنة كراف؟ طبعاً هدف إن إحنا في رمضان الشرب هذا الشيء الأساسي، فحبيت أغير دائماً شوربة الحب وشوربة الدورة وشوربة داف، حبيت إنه أغير عملت شوربة البنجر بجبنة كرافت. طيب وهلا هاي يعني تجربة جديدة، بس شو اللي حطيتيه بالوسط أو شفتك أنتي عم تحضري، بس حابة أعرف أكثر. أخذت التوست وحطيت عليه برضو جبنة كرافت كمان. في شيء احترق معك؟ أيوة. شو اللي احترق؟ البصل عشان زبته مع الثوم، ورحت جبت الدواء النار كانت عالية فأخذ لدعة كده. هلأ دائما هاي الأشياء بتصير بالتحديات، بس أنا حسيت بطعمه. بس مع أنه فكرة استعمال الشمندر مع التوست وهيك فيها كتير صراحة فكرة حلوة، يمكن لو انتبهتي على البصل أكثر لأنه طاغي شوي طعمته على الباقي. أنا الشمندر من المكونات المفضلة عندي، خاصة لونه لأنه لونه حلو بشهي فاختياره حلو. طب وخبرينا عن طبق المقبلات. والطبق الثاني طبعا عملت سبنجرول، طبعا في رمضان عندنا سبنجرول دائما نسويه بجبنة واحدة عادة. صح. فأنا جمعت ثلاثة جبنة من كرافت عملتهم بالسبنجرول وعملت صوص. يعني في ناس يحبوا المشمش، طبعا في رمضان المشمش بناكله كثير عشان تعرف الواحد يكون طول الليل يكون صاحي وشيء. صح. عملت الصوص المشمش. اوكي. حبيت اولا قبل ما ادوق انك انت فصلتي بين الصلصه وبين الجزء اللي قليتيه او الرفايف الجبنه، حلو هذا الفكره انه الناس بتاخذ على قد ما هي بدها، يعني ما حطيناهم فوق بعض. أيوة. بضل كمان محافظه على قرمشتها، ونفس الوقت حابه كثير كيف الجبنه سايحه من جوا، واستعمالك للفستق كثير مميز وحبيته كثير، يعني جبنه مع العجين والفستق فكره كثير رائعه. حطيتي شيء مع المشمش او سكر او عسل؟ التوازن كثير كثير طيب خلود، الفكره لاستعمال الجبنه وخلط الانواع مع بعضها عطي طعم كتير مميز. القرمشة طريقة القلي لون اللفايف نفسهم كتير مقليين بطريقة صح، وصلصة المشمش روعة. شكرا. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك.
رغد، شو تعليقك على الأطباق اللي قدمتهم اليوم خلود؟ هلا حبيتها الأطباق اللي قدمتها، especially السبرينج رولز ويا صلصة المشمش، فشي شرقي and with a twist، فحلو كان. والبرزنتيشن للشوربة كان كتير حلو لأن الألوان حلوة، طريقة التقديم حلوة، حبيتها هواية. صح فعلا اليوم كريتيف ولطيفة. حلو اللي قدمته اليوم خلود. وكمان بدي أقول أنه صح كانت الشربة فيها شيء محروق لأنه كان على طول واضح، يعني كنت بتمنى لو شالت المحروق وعادته من جديد، بس بعرف أنه بالوقت القصير أوقات الواحد ما بيقدر يفكر بشو هو القرار الصح. بس كتير حلوة فكرة شربة البيتروت أو اللي هو البنجر، وكمان الرولز الجبنة مع المشمش والفستق، يعني فعلا كان اختيار كتير توفقت فيه خلود. قبل ما ننتقل لتقييم العلامات ونشوف قديه توفقت خلود، خلينا ننتقل لتقييم الطبق اللي قدمته ليال. قدمت كمان طبق مميز، خلينا نشوف مع بعض. يعطيك العافية ليال. اليوم طبعا بتحدي الشوربة والمقبلات، خبرينا أكثر شو حضرتي. أوكي، للشوربة فكرت أعمل شوربة الهليون مع البطاطا والبصل، ولما غليت اخر شيء زدت فيها بولات الموزاريلا، عملتهم مع طحين وملح وحليب. اكثر شيء بحبه بصحونك انه طعمه دائما كثير طيبه، الشوربه كثير كثير طيبه، وفكره كثير ذكيه انك فكرتي بالهليون او الاسبارجس كمكون يمشي دائما مع البطاطا، والجبنه كانت المكمل لها. كمان حبيت كيف انك انت اخذتي الملاحظات اللي حكينا فيها ورجعتي طبقتيها، يعني انت مثلا انتبهتي على كميه الملح اللي حطيتيها، انتبهتي على توازن الطعمات مع بعض. عندي لك سؤال، الاسبارجس اللي حطيتيه على الوجه مطبوخه 3 دقائق؟ برافو عليكي. اوكي بالنسبه للطبق الثاني شو حضرتي؟ عملت عجينه الباف بيستري، هيك عملتها مثل الورود اول شيء، وحطيتها بالفرن، وبعدين عملت الحشوه من الجبنه البيضه كرافت، حطيت فيها شويه تمر وشويه ميبل سيرب واخر شيء جوز. التوازن هذا يمكن من التوازنات المفضله عندي، لما بنخلط بين الجبنه ومكون حلو خاصه لهيك بايتس، لما بنحكي مقبلات وخاصة لمواسم رمضان أو المواسم العزايم، هاي من الأطباق اللي كتير متوازنة مع بعضها. الطعم كتير طيبة، بس يمكن التمر شوي طاغي، لما نخفف شوي من كمية التمر تظهر طعمة الجبنة مع الجوز أكتر، خاصة إنه استعملنا ميبل سيرب، فالسيرب شوي عاطية طعمة حلاوة، بس بشكل عام الفكرة رائعة. شكراً لك. هاي كان الطبق اللي قدمته آخر مشتركة بتحدي اليوم، تحدي الحلقة الرابعة. خبرينا كيف كان رأيك عن اللي قدمته ليال اليوم. حلوة الفكرة، هي مال هليون وبطاطا وبصل، بس البرزنتيشن ما كان يعني appealing. يعني مثلا شوربة الشفندر كان بيها لون، بيها شيء حلو، شوي البرزنتيشن مش كتير حلو، يعني ما في لون، ما في كنت حابة لون أكثر أو شيء بالضبط، فشي شوية مور أبيلينج يكون. على الأبيتايزر حبيت الفكرة كلش هواية إنه يكون بها تمر، هاي أحس بها توفقت هواية بها. صح، يمكن فعلا اليوم ليال يمكن حسيتي إنه البرزنتيشن كان بسيط، لنقول ليال دائما بأطباقها بسيطة بس دائما إليجنت، في أناقة، في دائما ترتيب ونظافة بالصحن، وكانت فعلا الطعم كان كتير رائع وتوفقت بالأسبارجس. ومعك حق 100%، كان اختيارها للتمر مع الجبنة اختيار رائع، وفعلا أكيد هاي فكرة حلوة، فكرة رائعة كتير. طبعا هي كلها آرائنا بشكل عام، بس نحن أكيد بدنا نمشي بتقييم ونعطي نقاط وأرقام للي طبقوا اليوم. رح يكون تقييمنا مبني على البرزنتيشن، الشكل العام، الابتكار، الطعم، وأكيد التقنيات اللي استعملوها، وبضل كمان تصويت الجمهور اللي له كمان جزء كتير كبير من علامات أو نتيجة العلامات. خلينا نبتدي بتقييم الأطباق ونرجع لنعطي علامات للطبق اللي قدمه توني. بالنسبة لتقييم الأطباق اللي قدمها اليوم توني بالنسبة لتحدي شوربة مع المقبلات، الطعم توفق فيه بالصنفين، رح أعطيه بشكل عام على الطعم 8/10. أما بالنسبة للبرزنتيشن، حسيت أنه بالبرزنتيشن كان ممكن يعمل أحسن، بس بنفس الوقت كان مرتب البرزنتيشن اللي عمله، وبعطيه 3/5. أوكي.
Okay. I give him 4 out of 5. حلو البرزنتيشن، حبيته. حبيت انه قدم الشوربه بصحن مربع مش مدور، فشويه مو تقليدي. وحبيت الكبه انه فكر بيها بطريقه ثانيه مختلفه. بالنسبه للتقنيات اللي استعملها اليوم توني بالاطباق، كانت تقنياته مشت بطريقه صح. شوي خزته بالكبة لأنه كان هو حتى حابب يقدم تقنيات أكثر، بس مثل ما بتعرفي الكبة بدها اختصاص معين، يعني مو كل شيف بيقدر يعمل كبة لأنه اختصاص شرقي كتير. صحيح. بالنسبة للتقنيات كمان بعطي 3 من 5، وأنا هم أنت 3 من 5. أما بالنسبة للكرياتيفيتي أو الابتكار اللي قدمه توني، حبيت كتير الفكرة اللي عملها بالكبة. يعني أنا كنت بصراحة بيني وبين نفسي عم أقول يا رب حدا يعمل كبة. رح على الطريقة اللي فكر فيها بهالتحدي بالذات رح أعطي توني 5 من 5. أنا هم أعطي 5 من 5. توفق اليوم بأفكاره وبطريقة تقديمه بهالتحدي توني، بتحدي المقبلات والشربة. اليوم توني كان مجموع العلامات اللي قدمها 31 علامة. خلينا ننتقل لنشوف مجموع علامات الأطباق اللي قدمتها أفنان. بالنسبة للأطباق اللي قدمتها اليوم أفنان، طبعاً أفنان كانت الطعمة كانت كتير طيبة، ما فيني أقول ولا شيء، كان بالعكس مميزة النكهات اللي استعملتها. أخذت 8 من 10 بالطعم. بالنسبة للبرزنتيشن أنا كنت بشوف إنه أفنان بتقدر تعطي أكثر من هيك، يعني صح نظيف وبسيط ومرتب، بس تأخذ بالبرزنتيشن 2 من 5. I'll give her 3 out of 5. 3 من 5 في البرزنتيشن. أوكي. بالنسبة للتقنيات اللي استعملتها بتحضير الشوربة وبتحضير المقبلات، ما كان في تقنيات مميزة أو يعني مشت شوي يمكن سيف بهالتحدي أفنان. رح أعطيها بالتقنيات 3 من 5. أنا هم أعطيها 3 من 5 نفس الشيء. أما بالنسبة للكرياتيفيتي أو الابتكار، حسيتها ابتكرت بشوربة السويت بوتيتو، ابتكرت باستعمال العدس. يمكن دائما توقعاتنا أعلى من أفنان بهالتحدي، كان فيها تعطي أكثر. كمان رح أعطيها 3 من 5. أنا حطيها 4 من 5 لأنه أنا حبيت فكرة الشوربة هواية. فكرياتيفيتي I think it's nice، وحلو العدس اللي استعملتها ويا الجبن. I like that. وبهالمجموع وصلت أفنان حصلت على 27 علامة. خلينا نشوف مجموع العلامات اللي قدمتها شيف خلود. بالنسبة لأطباق خلود اليوم، طعمي كانت مميزة بالمقبلات بس محروقة بالشوربة. ففيني أقول هون بتاخد بشكل عام إذا بدنا نجمع بين تقييم الطبقين بتاخد 7 من 10 بالطعم. أما بالنسبة للبرزنتيشن، أنا حبيت كتير اليوم البرزنتيشن اللي قدمتها من ناحية الألوان، من ناحية النظافة بالطبق. رح أعطي خلود اليوم بالبرزنتيشن 5 على 5. أنا هبين حبيت البرزنتيشن هواية وكنت رح أقول رح 5 من 5. إذا هيك بتستاهل اليوم الخمسة بالبرزنتيشن. سبيشالي الشوربة كتير حلوة. فعلا اختيارها للون كان كتير حلو. أما بالنسبة للتقنيات اللي استعملتها بتحضير الأطباق اليوم، التقنيات كانت هون شوي غلط لأنه انحرق معاها البصل وعم تقدم الشوربة، بس نفس الوقت تقنيات القلي، اللون ما كان في زيت، يعني كمان في هون عدلوا الأطباق بعض، يعني في طبق رفع كتير من علاماتها بالتحدي. فرح أعطيها لخلود 4 من 5. تعرفين هلا كنت حنطيها أني 5 من 5 لو مو حرق البصل، فرح نعطيها 4 من 5. صح، أحيانا يمكن غلطات صغيرة هي اللي بتاخذ من العلامات. بالنسبة للابتكار، رائع اختيار البيتروت الشمندر للشوربة، يمكن فكرة كتير جديدة وحلوة. حتى فكرة المشمش مع الجبنة رح أعطيها بالابتكار بتحدي اليوم 5 من 5. سوري أنا رح أعطي 4 من 5 لأنه أنا المشمش ما هلقد مقتنعة بي كلش مع الجبن. الحلاوة اللي مع الجبن. بالضبط. أيها وبهالتقييم هذا حصلت خلود على 34 علامة، رقم عالي اليوم بهالتحدي، بس بضل عنا كمان نشوف تقييم علامات الطبق اللي قدمته ليال. بالنسبة للأطباق اللي قدمتها اليوم ليال، كان الطعم طيب كتير، ملاحظات بسيطة جدا على الطعم. دائما الطعم بأطباق ليال متميز، رح أعطيها اليوم بالطعم 9 على 10. بالنسبة للبرزنتيشن كان الأطباق نظيفة بسيطة، ما في شيء غلط وما في شيء كتير مميز، بس كمان تستاهل تاخذ 4 من 5. وأنا وياك أعطيها 4 من 5. حلوة نظيفة، وسبيشالي السوب همينة حلو، خلت لها عليها الأسبارغس.
It's nice. حلو. بالنسبة للتقنيات اللي استعملتها هون ليال بالأطباق، استعملت صراحة حبيت كيف عملت هي العجين من نفسها. رح أرجع أعطيها 4/5 بالتقنيات اللي استعملتها. أنا ما أعطيها 4/5. أما بالنسبة للابتكار، كمان كان في عندها ابتكار بالأطباق، ورح أرجع أعطيها 4/5. يعني هم أعطيها 4/5. وبهالتعادل اللي وصلنا له أنا وأنت اليوم رغد، حصلت ليال على 33 نقطة. طبعاً كل هاي الأرقام وكل هاي النتائج بتعتمد على الفانز فيفورت وعلى تصويتكم لمشترككم المفضل. طبعاً هذا التقييم اللي وصلنا له اليوم للمشتركين بهالطبق المميز اللي قدموه الأطباق الشوربة مع المقبلات، أكيد تصويتكم ودعمهم لإلهم كتير رح يعمل الفرق ورح يزيد على النتيجة. بدي أقول للجميع رمضان كريم، وإن شاء الله هيك نعاد عليكم جميعاً، وأكيد بشوفكم الأسبوع الجاي يوم الاثنين الساعة 11 بتوقيت السعودية. شكراً لإلك ضيفتنا المميزة رغد اليوم بأفكارك وبأسلوبك الرائع بشرح الوصفات. الله يخليك، رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. شكراً لمتابعتكم، بشوفكم الأسبوع الجاي.